بسبب مشاركة هازارد بدولايف ضد اللاعب فيتور سانتوس شويس. مستوى الحزام الأسود والبني. باريس يضع بدولايف في فريق الجارد. لا شيء وريس ايضا لا شيء. لاحظ ان الريس يحاول يحصل على حركه السويب على الاذربيجاني بيدولايف. يعطي إشارة السلبية لكلا اللاعبين، سلبيين جدا في هذا النزال. دقيقة 15 والنتيجة لا تزال سلبية. غدا ترقبون على قناة أبو ظبي الرياضية في تمام الساعة 11 صباحا اليوم الأول من بطولة العالم للصغار، والتي ستمتد على مدى يومين، ويوم الثلاثاء اليوم الرئيسي والانطلاقة الرسمية لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للنسخة التاسعة. ترقبونا يوم الثلاثاء مشاهدينا الكرام مع الإثارة والحماسة وأيضا النوعية. 30 ثانية على نهاية النزال. عشرين ثانية. خمسة.
خمس ثواني. والنتيجة ستكون بيد الحكم في هذا النزال. صراحة يمكن اللي كان أثر إيجابية نوعا ما ونسبيا هو اللاعب فيتور سانتوس ريس. نعم ويفوز فيتور ريس لأنه كان في محاولات للحصول على الاستسلام أو السويب ضد اللاعب الأثري أثار لم يكن إيجابي.